بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن الحال مع الله، وأتمنى أيضا أن تكونوا في صحة جيدة. أحببت أن أشارك معكم هذا الفيديو في هذه الأيام المباركة، وبالضبط في الأيام العشر من ذو الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك إلا بشيء. فالحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة، فقد قال سبحانه: والفجر وليال عشر لم يقسم بها جل جلاله إلا لعظمتها. فينبغي علينا إخواني أن نكثر من الأعمال الصالحة، وأن نتقرب إلى الله بجميع الأعمال الصالحة، وأن نبتعد عن المعاصي. ما أجمل التكبيرات في هذه الأيام، أصلحوا بها أصواتكم لتستشعر قلوبكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الأيام يجب أن نكثر من التكبير، فأسأل الله أن يعمر أوقاتنا كلها في هذه الأيام العشر بالتكبيرات والشكر والحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.